هذا يقول هذا يقول رجال الأمن الخاصين يقول لي برا عندهم سدسات هني عندهم عصا وليت ويا ليت يستخدمون العصا يستخدمون الليت بس إيه عشان يشوفون بعد ما يستخدمون الليت لا عشان يشوفون وبعدين على فكرة إذا ما عند مثلا أنت ما تدري بهذا ما عند الشهادة مثلا إن ما مجرم يكون جاي من بلاده حرامي ما تدري به ولا يدربه إيه يمكن هاي جاي من بلاده حرامي أو عنده مثل ما تقول ملف أسود هناك وعنده سوابق وايد ما يضرب يشغلون هنا هاي المرة في دبي ترى دخل ما أدري في أي مركز من المراكز دخل السكوريتي المحل باكستاني دخل المحل داخل وقفل على عمري وخذ الحاصل 300,000 ظني 300,000 درهم ومرتب الأمر وكل شيء قاس الحاجز وكل شيء وطار الفجر ما طار دبي قبل ما يعلمهم بس ما حد يدري بالسرقة طار الفجر يوم هو كد واصل بلادي كد فتحت المحلات هنا يوم هو وصل لبلاده وطلع من المطار هناك بعد له هابي بلغون عليه مثلا لو في الجو ولا بعد ما وصل مطار كراتشي قريب فرت حصى وصل كراتشي خالي ورمح القاع ضرب الدج يا وهنا عقب يصايحون الجماعة وهذا تكلفة الواحد تيبه من باكستان عن طريق الانتربول يكلفك 500,000 درهم ايه اكثر عن السرقة ايه بيبون الجماعة يعني لان هناك انت في باكستان صعب العملية تيب واحد شم انه الدرب عن طريق الانتربول لو عنده فلوس بعد لا انسى تدفع عليه فلوس بيبونه لك ايه هناك كل حد ياخذ فلوس بس يوم سمعوا الجماعة 500,000 درهم اكثر عن السرقة قالوا خلي ولي على الله العوض الله يعوض عليهم ان شاء الله ما تدري بمخالي بعدين ليش يشلون الفلوس هاي لو وايدين الحين تشوفهم ليش يشلون الفلوس السيارات ما سكيورتي هاي لو ايضا هني الاخوان في الله يجيرنا ويجيركم جميعا ان شاء الله شرور كل الامراض ان شاء الله يا رب العالمين هذه مريضة بحاجة لعملية زراعة كبد تكلفة العملية 140,000 درهم وصل مجموع التبرعات لين الحين جزاكم الله خير 66,000 درهم باجي 74,000 باجي 74,000 لأنك تقول لي لا وايد شكا باجي 140 77 كم 140 هاي 66 باجي 74,000 شكا تقول لي لا شايف والله لازم تكون انت حرام تشتغل في الإذاعة لازم تكون مدرس رياضيات الحين يبون خبراء اليوم معلنين وزارة التربية المهم خلنا نقول الإعلان يا ريال انت مريضة بحاجة لعملية زراعة كبد تكلفة العملية 140,000 درهم وصل مجموع التبرعات الله يجيكم بخير إلى 66,000 درهم طبعا للتبرع ارسل طبعا كلمة خير على الرقم 2110 ارسل كلمة خير وهذه رسالة بقيمة 10 دراهم واللي عنده مبلغ أكبر يبغي يتبرع بجزاكم الله خير يتصل على 055-300-101 055-300-101 إذا كان عندك مبلغ وتبغى تتبرع بيجونك لين مكانك بياخذون عنك المبلغ جزاكم الله خير الإخوان هذا الخبر من جمعية أو هذه رسالة جاءتنا من جمعية الشارجة الخيرية الإخوان من جمعية الشارجة الخيرية ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله والله يجيكم خير إن شاء الله في ميزان حسناتكم هذا يقول متى بيخلصون تخطيط شوارع في سيوح 13 تعبت من السكن في غرفة أنا وعيالي الأربعة عاطين أرض ظاهر في سيوح ممكن تسأل ممكن تسأل السيوح متى بي إيه خالي بنستفسر لك إن شاء الله فالك طيب أم محمد تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالك طيب محمد أم محمد تقول جمعية شارجة التعاونية ما عليها رقابة كل ما نسير الجمعية الأسعار مرتفعة هل لكونا تقول ونحن مساهمين وما نشتري من غير الجمعية أم محمد شو يعطونا ما آخر السنة يجلدون مجلاد يقول لي يعطونا ما آخر السنة شو يعطوني ما آخر السنة ليه بيسمعك يعطوني ما آخر السنة بيقول ما أدري ترى يعطوني مفلوس يا اشتري تراني أنا مساهم تراني شو يعطوني
ايوه وين يعطون؟ اذا تعطيني لازم تجلدني يعني تاخذ عني ما يشتوي يعني. الجمعيه المفروض اسعار الجمعيه تكون اخفض عن الاسعار الباجي. وين يعطونهم؟ شو بيعطونهم مساكين؟ يعطون اللي في الاداره هاي للمساهمين، شو يعطونه؟ واحد ملاليم يعطونهم، تقول لي يعطونه مساكين؟ لا يعطوني وياخذون فلوس يخذ من جيبه عادي. فارج طيبة محمد ان شاء الله بنشوف لنا. هذا ما ادري بخالي اسأله شو موضوعه. خالي اللي يقول لك السيوح 13 مخلصين التخطيط وموزعين الاراضي وكل شيء خالي، يبقى ست شوارع. انزي اسأل البلدية خالي، انزي اسأله اوله ممكن تسأله. المهم فارج طيبة محمد ايضا هني يقول لك يا طويل العمر هذا حسن يبغي يقول حل مع الاتصالات. طرشنا رقمك يا حسن، بيتواصلون وياك ان شاء الله. شوف هذا شو موضوعه، منين يقول الشاحنات اللي يمزرن ماي في السرة بيجتلن الخلق والمفروض ما يلفون اليوتيرن. هذا يقول في حادث شارع الشيخ محمد بن زايد ومعرقل حركة سين. هني ايضا يقول هذا ابو راشد يقول طال عمرك شفت مره سيكوريتي مال ارماني برج خليفه؟ لا والله ما شفتهم يا طويل العمر، ما شفتهم، ما 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 كنت تراولي خالي، ما صرت صرت وادي وحده خالي. ها معضلين، ها خليفه ساير خالي، خليفه يصير الاماكن هاي كلها يدل. ها خليفه يقول واحد يضرب عشرة، هاي ما بسي خالي هناك عشان ما يضرب. كان تودي عشرة وياك يضربونك. خليفه يقول ما ادري خالي في ذمه خليفه، يقول السكيورتي مال ارماني لبرج خليفه كل واحد يضرب عشرة معضلين، يقول من بعيد يقول تروعك عضلات. هي هاي للسيكوريتي معقول يعني؟ ما بايله وحليله جايب لي باكستاني متقاعد من الجيش عمره 1000، مقاعدين قبل 60 سنه في باكستان ويالس ما محصل شغل ويجيبونه هني يشتغل سيكوريتي. اقول لك يلا يلا ينش يوقف، اذا وقف يود ظهره اي عند الديسك وحليله ويشغلونه هني سيكوريتي. هذا لا يروم يركض ولا يمشي ولا يروم يرقد حتى. الله يعين ان شاء الله. ليش ما يحطون هذا؟ يقول كلام الظهري صح، بعدين ليش ما يحطون مواطنين من اللي مربين عضلات؟ ايه والله العظيم عندنا والله امس شفت قبل فتره شباب ما شاء الله عليهم، هاي اذا توديهم الحرب ما يبون دبابات ولا يبون شيء، ما شاء الله عليهم. ايه اذا توقف تصور ياهم تضيع، تستحي تشوف عمرك قد دي قد دي قد عضلتي. ايه اذا سولف فيها تنقز لك عضله روح تضربك وترد. هاي لا بشغلهم صدق لو بارت تايم، بقول لهم تعالوا ما عندكم شغل في النهار، بعدين ما عندهم شغل كله يتمرنون في الله باسمه، يتمرنون في الصالات مال الحديد، بشغلهم سكيورتي. معقول يعني شكلي اهل انه يكون سكيورتي بعدين تلقاهم كلهم ده؟ لا ما يخافون. ليش يخافون؟ ما بيدش المحل نجح، ما قلنا لهم حطوهم في المحلات الحين في المولات في المحل، في المحل ما يبون سكيورتي عادي. المحلات التجاريه ما عندنا الحين الحمد لله امان، المحلات التجاريه ما فيها يا واحد واقف على الباب، السكيورتي والله هناك يوم تصير الله باسمه، يوم تسافر برا تقول داش بنك من محل ما ساعات، هنا محلات صديقي فاتح حلجة على سكرتي عند الباب. اللهم لك الحمد، اللهم أدم علينا الأمن والأمان. هناك يحطون لك بابين تضرب جرس وما يدخلونك بعد 3-4 أنفار بالدور، تضرب جرس وتدخل في النص بين الأبواب الثنينة وسكون هاكي، يبطلون عنك وتدخل داخل
ويوم تطلع بعد لازم يضربون لك بعد يوصل لك على الفص وتطلع انت هي لك انطاع السيكوريتي لداخل اي والله يمسع كبدك ان سويت شيء اي هاي بتشتري تروع ما بياي داش انت بتسرق هنا لك الحمد لله اللهم لك الحمد هنا بلد امن وامان بس انا قصد السيكوريتي مثلا اللي يوقفون هيله في المواقف ومن في الاماكن اللي بيحتاج مثلا انه واحد يشيل طفاية واحد يسعف حد هيله وين يسعفون اقول لك انا شفت باكستاني مشغل شغلة النجهة قبل فترة جيت وعندهم هاي اللي عند الباب هاي الحديد هاي اللي تبطل كذي يوم وقف يا ولد ظهره وحليلي شيء بألف عمري سألتهم قالوا ها متقاعد من الجيش الباكستاني عسكري قلت خس الله العسكريين عسكري الله يعينه هي ها متقاعد في باكستان أظني من 60 سنة اهلا وسهلا شوفي ما شاء الله من وين هذا ما شاء الله سعاد النعيمي من القياده والسيطره بالقياده العامه لشرطه دبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه مرحبا اخوي ابراهيم صبحك الله بخير كيف حالك صبحكم العافيه مرحبا في الله يطول لي عمرك زحمه وايد في شارع الشيخ محمد بن زايد يقولون الاسباب الله يطول لي عمرك طبعا حاليا من خلال كاميرات المراقبه احنا متابعين الحدث ابو راشد من سعيد عشر كان في حادث مروري عباره عن صدم بين سيارتين بدايه شارع الشيخ محمد بن زايد اللي هو احنا نسميه الجسر الاول وايضا نسميه الجسر العمال صدم بين سيارتين عقل حركه السير والمرور في شارع الشيخ محمد بن زايد قبل ربع ساعة متصلون نحن طلعنا السيائر برا على الشارع لكن أنا حين أشوف من خلال كاميرا المراقبة عندي كاميرتين بعد مش واحدة الأخوان حاطين عليها في زحمة مرورية حاصلة حاليا نحن نرجو المساقين عدم الوقوف لمعاية الحادث المروري طلعنا السيارات برا على يمين الشارع لكن ما شاء الله مستخدمين شارع الشيخ محمد بن زايد القادمين من إمارة الشارقة نوجههم إلى طرق بديلة كشارع الإمارات وشارع الاتحاد وشارع القصية الصناعية عشان يخفون الضغط الحاصل حاليا على شارع الشيخ محمد بن زايد لأن أشوف أن الزحمة وايد واصلة لين الجسر الثالث أيضا عندي الكاميرا الثانية المخارج بالنسبة لإمارة دبي شارع الخدمات اللي هم الأخوة السائقين القادمين تقاطع حلب مع تقاطع بغداد مع تقاطع عمان بيدخلون على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة اليمين في إمارة دبي بعد لو يسمعون يغيرون سيرهم يكملون إلى شارع بيروت باتجاه نفق المطار وأيضا إلى الورقة اللي هو بيكون الجسر الثالث والجسر الرابع فنتمنى إن شاء الله الزحمة ما تسبب في حادث مروري آخر معقل لحتى السير والمرور في شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا ما شيء حادث طلعنا إحنا السيائر لكن في كثافة مركبات تبعات الزحمة الأولية لازم تصير زحمة شوي يعني مثل ما قلتي بعد حد من الوادم الله يجزيهم خير عندهم حب التطفل شوي يطالعون يا ابوي يستفسر شو يستوي يطالع ويخفف اني ايضا يعرق الحركه السير والمرور يعني. انا اشوف يعني في الاتجاه المعاكس اللي جاي من ابو ظبي بيصيرون الشارجي على السيارات يعني ما في زحمه يعني الشارع يعني اشوف المركبات حاليا لكن ما في زحام مروري مش واقفين بيطالعون الحادث بس من الشارج لدبي هو اللي فيه زحمه يعني زحمه فانا ما اقول لهم كثافه اقول لهم زحمه لان نحن نمشي الكاميرات ونشوف البدايه شارع الشيخ محمد بن زايد من الجسر الاول لين الجسر الثاني الثالث الرابع ونعدي حتى الجسور فأتمنى منهم مثل ما ذكرت أخوي براشد أخذ الطرق البديلة إن شاء الله عشان يتحاشون هذه الزحمة ما في إصابات في الحادث الحمد لله شيء لا ما في إصابات اللهم لك الحمد لله رب العالمين أتمنى إن شاء الله السلام لجميع مستخدمي الطريق والسلام لك إن شاء الله حياك الله أخ سعد يا هلا وسهلا فيك في حفظ الرحمن حياك الله إذن كل الإخوان شرقت سعاد وحليلة مسجد كل الإخوان اتخاذ الطرق البديلة ما يظلون مثلا اللي سايرين الآن عن طريق شارع الشيخ محمد بن زايد يتخذون مثلا شارع الإمارات أو القصية الصناعية والطرق الأخرى البديلة اللي ذكرتها الأخت سعاد مع ثمانياتنا للجميع إن شاء الله بالسلامة أيضا يقول لك هنا يا طويل العمر محتاجين تواجد الدوريات أقل شيء دوريتين في شارع الجامعة الواحد صار يخاف حتى هو واقف في الرمل أنه هي حد من المتهورين يدعمه استهتار ولا مبالاة إلا لأبعد الحدود بومايد والله يا بومايد الله يسلمهم إن شاء الله ويسلم الجميع يا والله الله يسلمهم مما غبت هذا الاستهتار والسرعة الزائدة زين نتواصل بعد هذا الفاصل
دلل نفسك بتجربة غنية من الرقي والأصالة في مطعم حلويات ديوان المهنة، وتمتع بفن المطبخ الشامي العريق في ديوان المهنة. وصفتنا السرية هي في الجمع بين الحداثة في كل التفاصيل التي تحيط بك عندما تزورنا، وأصالة الطعم مع كل مرة تتذوق فيها أطعمتنا وحلوياتنا. ديوان المهنة من قلب الشام في قلب دبي. مطعم ديوان المهنة، شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز دبي المالي. 0435233200. صوب بدقة، امضي قدما، جدف بقوة، غص عميقا، استرخي بين أحضان الطبيعة، اكتشف ما تخبئه لك الحياة البرية. عالم من المغامرات بانتظارك في جزيرة صير بنياس في أبوظبي، على بعد 40 دقيقة فقط بالطائرة من أبوظبي و60 دقيقة من دبي. لاكتشاف المزيد ولحجز الإقامة قم بزيارة sirbaniasisland.com. لم يعد نمو الشعر سراً بعد الآن، فمع خليط الأعشاب النادرة من الهند وغابات الأمازون يأتيكم زيت الشعر Forest Herbs، الذي يمنع تساقط الشعر ويقويه، ليمنح شعرك لمعان طبيعي لا مثيل له بمكونات طبيعية 100%. Forest Herbs، جمالك من الطبيعة. اوف، وين الكريدت كارت مالي؟ اخر مره، اسفه والله اخر مره. لا يكون رحتي تو اكس ال مره ثانيه. ما قدرت امسك عمري، عروضهم قويه. ما لومك. تو اكس ال تقدم تشكيلات رائعه من الاثاث وباسعار غايه في الكرم. تفضل بزياره اي من معارضنا: ابو ظبي مارينا مول، دبي اب تاون مردف، شارع الوصل ومركز الغرير، الشارقه بجانب ميجا مول، واستمتع بالعديد من العروض الترويجيه المذهله وتنزيلات تصل الى 70% مع تو اكس ال، ما بتمل. للمعلومات 800 تو اكس ال. راديو الرابعة. راديو الرابعة. اسمعنا بس. صور السيلفي ما عم تجيب لايكات ابدا، يمكن لازم غير الكاميرا. المشكله مش بالكاميرا، شوف جبهتك، الصلع بلش فيها. والحل؟ سيلفي هو الحل الوحيد لمشاكل السيلفي. استخدم زيت الشعر اندو لخبي عبوه سيلفي الجديده كل ما تمشط شعرك. ركز على منطقه تساقط الشعر وامسح الزيت حتى يوصل لفروه الراس، حتى تضمن تغذيه الشعر بشكل اكثر فعاليه. عبوة سيلفي الجديدة من زيت الشعر اندوليخا برينجا متوفرة في جميع دول الخليج العربي. هلا سيد، يا مرحبا بك. شو هالأبواب الخشبية الغاوية ومن وين؟ هذا مو خشب، هذه أبواب ألمنيوم لون خشبي. صراحة ما أقدر تفرق بينهم، مول. ولعلمك أبواب متينة ما تتأثر بالشمس ولا بالحرارة ولا الغبار، وسهولة الاستخدام وبالألوان ونقشات وايد حلوة. لا مو بس هذا، سويت عندهم كل أبواب الحمامات والملحق وبأسعار وايد مناسبة. ولا تنسى عندهم الألمنيوم والزجاج العاكس لأشعة الشمس والمانع للحرارة وعازل الصوت بكل الألوان اللي تباها، وعندهم جودة في التصنيع صراحة عالية، والأهم دقة في المواعيد. عيل خلاص، دخيلك دلني عليهم، خلني أخلص فيلتي معاهم الآن. اجعل من منزلك تحفة فنية مع مصنع البيت للألمنيوم. للاتصال 04-258-2589 أو 050-493-3880. افتح الباب إلى عالم من الفخامة الفائقة، دلل أحاسيسك بتصميم الجلد الأوروبي الفاخر، اغمر أحاسيسك بالصوت المسرحي الرائع، وانظر إلى العالم من حولك. لا، هذا ليس منزل أحلامك، بل لينكن MKZ الجديدة الفخمة. امتلك الآن ابتداء من 120 ألف درهم مع تأمين وخدمة مجانيتين. لتجربة قيادة لينكن MKZ تفضل بزيارة الطاير للسيارات أو بريمير موتورز، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق شروط. افرش بيتك وأنت في بيتك يقدمها أوبشنز للمفروشات مع تخفيضات تصل حتى 69% على كافة المعروضات. زورونا في دبي شارع زعبيل أو اتصلوا على 800-678-4667. شو جاهز؟ خايف شوي. أنا كمان. الله يستر. حسيت مثل ما أنا حسيت؟ الروعة! شعور ما بينوصف، هالشي كتير جديد. تعي خلينا نشوف أصحابنا وين. ياس ووتر وورد أبوظبي، حيث تروى المغامرات. احصل على بطاقتك السنوية الآن. لمعرفة المزيد ياسوترورد.com. الرابعة والناس يأتيكم برعاية زيت الشعر دوليخا برينجا، إنه حقا فعال. سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية، نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. عالم فيراري أبو ظبي، حرر شغفك.
أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو الرابعة الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، نتواصل معكم ويا هلا وسهلا فيكم. هذه أيضا تقول يا طويل العمر زحمة شارع الشيخ محمد بن زايد. طويل العمر سعاد النعيمي وحليلة شرقت من كثر ما ترمسكم، من كثر ما ترمس على الحادث اليوم شرقت، أظني ما تمت إذاعة ما اتصلت له أو اتصلت له. فيا طويل العمر الطرق البديلة الله يخليك، الطرق البديلة اتخاذ الطرق البديلة، شارع الإبصيص زين يا طويل العمر، عندك شارع الإمارات العابر سابقا، يعني اتخاذ الطرق البديلة، شارع الاتحاد، شارع الاتحاد يا طويل العمر عندك شارع الاتحاد بعد. أنت الآن لو تنظر إلى شارع الاتحاد لا تقول في زحمة شارع الاتحاد، لأن زحمة شارع الاتحاد تعرف شو زحمة شارع الاتحاد؟ قصيرة يعني ما تتعدى كم كيلو متر، فتقطع أنت بسرعة تمشي شوي 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 تقطع زحمة شارع الاتحاد، لكن هاي لا أظني شاردين عن سالك على ما أعتقد. المهم فنتمنى السلام للجميع إن شاء الله يا رب العالمين. هذا يقول لو نحن مفتكين من اللي يسوقون في بلادهم سكان يمين كان نحن بخير. أنا عارف منو تقصد خالي، هذا والله يا طويل عمرهم شقاي كلهم يأخذون اليسار ما يتحركون كلهم خالي منو الله بسمه. شو بتقول زين؟ نتواصل موجود الأستاذ طبعا المهندس برهان العباي مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان، يتحدث طبعا عن الخدمة الذكية اللي أطلقتها المؤسسة أخيرا، وهي طبعا بخصوص طبعا هاي الخدمة الجديدة اللي طلب صيانة المسكن الجاهز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى سلام. وبركاته أخوي برهان، سلام عليك. وعليكم السلام، حيا الله. كيف الحال الشيخ، شو أخبارك؟ الله يطول عمرك. الله يسلمك. الله يطول عمرك ويخليك. شاكرين لكم كل الخدمات اللي تقدمونها للمتعاملين مع برنامجكم الموقر، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. الله يسلمك، من واجبنا طبعا. الله يعزك. طال عمرك تحدثنا عن هذه الخدمة الذكية اللي هي طبعا خدمة طلب طبعا صيانة المساكن الجاهزة، وشو هي الشروط يا طويل العمر، وكم المفترض يعني بشكل عام وكم المفترض يكون عمر هذا المسكن؟ تفضل. طبعا نشرح باختصار الاجراءات اللي هي او النظام المتابع السابق. نعم. هاي الخدمه الحين احنا متاحه فقط اللي هم مستفيدين من مشاريعنا او المساكن الجاهزه فقط، مب لجميع يعني الفئات، فقط الاستلام بيت جاهز من مشاريع المؤسسه اللي عنده سنه الصيانه اللي هي محدده السنه. نعم. في خلال السنه هاي في الاجراءات التقليديه يعني عنده مشكله صيانه او شيء يتصل في المؤسسه ويحدد بالاتصال الهاتف يحدد المشاكل الموجودة. نعم. ويحدد الموعد اللي يناسب. حاليا لا، احنا قلنا خلنا نكون شوي يعني نجاري التوجيهات سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد. نعم. نوفر خدمات اسهل. ليش هو مثلا عنده مشكلة في الليل يتريى لين ثاني يوم الصبح ويتقدم على طلب؟ هو في الليل صارت له مشكلة معينة. نعم. قدر الله صار له عطل في التكييف. عنده التطبيق الذكي هذا اللي نزله على جهازه على المحمول الذكي. نعم. يدخل وايد سهل في 14 مثل ما يقول أيقونة سهلة، كل أيقونة بشكل، الجراج بشكل، التكييف رمزه واضح، بس مجرد ما يضغط على الرمز المعني. نعم. دائرة يوصل للمؤسسة ويحدد هو مثلا الموعد اللي يبقى لزيارة هو اللي يحدد، ما بنتوا بعد تحددون؟ هو يحدد إذا زين يعني أنا أحدد الوقت اللي أنا أبغيه وأشوفه. نعم. مناسب بالنسبة لي أنا كصاحب المسكن. إذا ما 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 تناسب الموعد هذا. نعم. نتصل احنا فيه كمؤسسه ونشوف المواعيد البديله الثانيه اذا تناسب ان شاء الله. نعم. بالمعنى هذا. نعم. طبعا التطبيق طبعا محدود لفئه معينه، راح لعدد معين من المتعاملين اللي هم مستفيدين من المشروع، لهم حوالي 1354 مستفيد من المساكن. نعم. من المساكن المستفيدين من المساكن الجاهزه. نعم. باختصار وايد الموضوع بسيط جدا، اختيارات حتى ممكن يتابع طلبه يعني في أي مرحلة، موضوع وايد بسيط جدا، وحتى المشكلة عنده لو هو يقدر حتى عند الخدمة إنه يصور المشكلة، يعني هو ما يقدر يعبر بالكلام لو هو يعني. نعم. يصور المشكلة اللي عنده ويرسلها أيضا عن طريق الخدمة. بالضبط. فالمقاول يفهم بالضبط شو نوع المشكلة وفيطرش الفني. أنتوا يعني بينكم بين المقاول اتفاقية يا طويل العمر ما يتعلق بالصيانة؟ بالضبط. مثل
مثلا احنا مشروع البرشه المقاول هناك مرتب الفنيين الناس مختصين بالكهرباء باعمال اعطال التكييف او الجراجات فهو لما يعرف العطل يطرش الفني المختص للتسهيل الموضوع ما بيصير شخص فورمان او نعم واحد يكشف في البدايه وبعدين هي ويقرر شو المشكله وبعدين يروحون مال الصيانه هذه على طول طرش الإنسان المناسب اللي مثلاً للمكيفات طرش ما المكيفات عنده مشكلة في التوصيلات المائية في كذا هذا يطرشوا للناس المختصين يعني نعم هذا طبعاً هذا التقديم للحالات اللي هي الصيانة الاعتيادية أما الحالات الطارئة جداً صارت مثلاً قطع في الكهرباء أو بهالمستوى طبعاً في خط طوارئ يعني إحنا عنا موجود موزع للمستفيدين في استلام المساكن لغاية الساعة 8 المساء هو يقدر يتصل في أي وقت لو عنده الأشياء الطارئة هاي في هالظروف يعني انقطاع المياه الماء أو الكهرباء أو شغلات اللي هي الحساسة الكبيرة هاي اللي هي فيه لازم وطبعاً هاليومين البلاغ طبعاً إحنا حد أقصى خلال 3 ساعات عمل بالكثير ثاني يوم لازم نحل المشكلة هاي أما بقية الأعمال خلال يوم عمل أو يومين عمل بالكثير يكون الموعد يعني هذا اللي هو اختاره الفني أو المقاول وصل للبيت وقام بالإجراءات اللازمة إن شاء الله وطبعاً هذا أول إحنا هذا واحد من التطبيقات إحنا بعد لو تعطوني فرصة بس إحنا تفضل المؤسسة طبعاً أنا في جايتكس أطلقت 3 تطبيقات واحد منهم صون حالياً في الفترة الحالية إحنا طبقنا بالتواصل مع المستفيدين من الخدمة هاي عندنا تطبيق اسمه معرف إسكان معرف إسكان تطبيق سهل وجميل والحمد لله فاز في جائزة الحكومة جائزة الشيخ حمدان بن محمد الحكومة الذكية ورشحوه أيضاً على المستوى الاتحادي اللي هو ان شاء الله في السنه القادمه تشرح لنا عباره عن شو الله يطول لي عمرك ايوه معرف اسكان جميل تطبيق سويناه مثل اوبشن سيري في ايفون نفس الفكره على زر تتكلم وتتكلم عليه باللهجه المحليه ها بعد الله يزيد ايوه نعم. بالضبط وعادها لغايه ما يتعرف على اللهجه ياخذ وقت حسب حلو جميل هو لو تجربه ابو راشد بعد بتشوف يعني تسال عن الخدمات الاسكانيه كيف اقدم على مثلا خدمه قرض مسكن او اسئله بدل ما يعني والحمد لله فاز التطبيق على جائزه الحمد لله وهو التطبيق هذا وتطبيق صون الاثنين مرشحين ان شاء الله على مستوى الاتحادي وان شاء الله لنا امل او هذا ان شاء الله نفوز لا بتفوز ان شاء الله طويل العمر بالنسبه للحين تقول لي 1354 مسكن هل اللي سلمتوهم انتم تنطبق عليهم اللي هي ما تقول الصيانة انزين بالنسبة للباجين ما عندكم برامج أو عندكم نية مستقبلا يا طويل العمر تعرف الآن الحمد لله رب العالمين مؤسسة حمد براشد يعني اللي مولت المساكن ولا هذا الشيء يختلف بحكم أن المقاول روحه وهو اللي يسوي الصيانة أنا أقصد الصيانة المستعجلة مثل ما تقول الكهرباء اللي طريتوا أنت الكهرباء التكييف توصيلات المياه الأمور هذه يعني ما عندكم مستقبلا فكرة أني أنا مثلا أستفيد من هذه الخدمة مقابل رمز مادي مقابل شيء نعم إحنا مؤخرا المؤسسة وقعت اتفاقية مع شركة إمداد وأعلن عن الاتفاقية هاي الموضوع طبعا صار لفترة طويلة نشوف شركات يعني متخصصة نوفر الخدمة هاي يعني الإنسان اللي هو مستفيد من البيت مسكن جاهز بعد سنة صيانة يمكن ما يصين البيت يمكن يجيب ناس مو يعني فنيين مو مختصين نعم فاحنا الحمد لله يعني نجحنا مع شركه امداد شركه يعني حكوميه تتبع شركه اظني نخيل على ما اظن وهي شركه مختصه في مجال صيانه المباني وبعد الاتفاقيه اعطينا حددنا لهم المناطق كلها المناطق كلها كل المشاريع السبعه اللي تنفذت اعطيناهم البيانات المستفيدين ان يتواصلون وياهم اللي حابب يتعاقد بيتعاقد وكل بيت محددين السعر هناك يعني تحديد الاسعار للبيوت هذه كلها على حسب البيت يعني احنا فوضناهم وايد وهذا طبعا شفنا افضل سعر السعر طبعا اللي هو يعني على فرض لو كان اقل نموذج اظني 3800 في السنه اذا خاب ظني شامل كل شيء شامل التكييف شامل اعمال الكهربائيه اعمال المدنيه الشروخ كل اي شغلات شامله في هالمبلغ يعني انت الحين بند الصيانه التكييف روحه هذا احيانا يوصل 3500 والله اذا ما بزيد يا اخوي والله اذا اشير عند الشركات المختصه الان يمكن يكون ازيد نعم ازيد هذا شامل ب 3800 تقريبا لاقل نموذج في لاقل نموذج وفي 4 غرف نوم سعر مختلف اعلى ونموذج 5 غرف بعد سعر اعلى وبعدين انت هاي بالطريقه هاي ترى بتحافظ على بيتك دائما يكون بيتك الحمد لله رب العالمين دائما لانك انت اذا مثل ما تقول اهملت في امور في بعض الامور اهملت فيها في الصيانه عقب هذه تكلف مبالغ طائله في المستقبل فانت اذا تلاحقت البيت اول باول من خلال الصيانه
مقابل هذا المبلغ اللي انت تسلمه، بالعكس بتكون انت لو حسبتها في النهايه بتكون انت المستفيد، وبتكون انت محافظ على منزلك ايضا في كامل مثل ما تقول عافيته، وانت ساكن انه مطمئن ما تصير عندك اي مشاكل مثلا. ما شاء الله وفيت وغطيت الهدف. نعم. صحيح. نعم. هذا ال- 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 هذا الهدف، ونوصل نحاول كخدمه مجتمعيه ان انا لا انتوا اعطي لازم انا اتواصل وياكم ولا هم يتواصلوا وياهم الشركه؟ الشركة أعطيناهم بيانات الناس والمواقع يفترض يعني إن الشركة تتواصل وياهم مثل عرض تقدم لهم، تبغينا مثلا نحن نقدم لك الصيانة مقابل كذا على حسب النموذج، والعرض مكتوب فيه إن هي بالشراكة مع مؤسسة محمد براء، يعني واضح كلمة المؤسسة تطمنون إنهم يعني عن طريق المؤسسة. والمؤسسة مسؤولة في أي من أي تقصير إذا صار من هذه الشركة من خلال التعاقد اللي أنا تعاقدت وياهم فيه. احنا في الحالات طبعا احنا ما بدنا يعني نتنصل من المسؤوليات، لكن احنا وفرنا الخدمه. نعم. المسؤوليه طبعا هي مسؤوليه تصير مسؤوليه قانونيه في المستقبل. أيوة. خلاص، ولكن هاي جايين على الناس عن طريقكم انتم يعني. نعم. ناس احنا شفناهم ناس. نعم. عندهم امكانيات ما شاء الله، وناس. نعم. على مو على المستوى المحلي ايضا، على مستوى الخليجي ايضا. نعم. عندهم امكانيات، فان شاء الله التجربه تنجح، وهي تجربه بعد. لا تجربة. لا لا ان شاء الله تكون ناجحه والاستفاده تكون من للجميع ان شاء الله. الله يجزيكم خير ان شاء الله. شاكر لكم جدا كل الخدمات اللي تقدمونها، وشاكر لك اخوي برهان على هذا التواصل، جزاك الله خير وعلى. أيوة. سرعه الاستجابه. أيوة. الله يطول عمرك. أيوة. مشكور الشيخ. أيوة. مشكور. أيوة. جزاك الله خير. يا هلا وسهلا بك. حياك الله سعاده برهان، المهندس برهان الحباي، مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي. والله زين اذا انت تشوف الان كثير من الاهمال فيما يتعلق بصيانه البيت تسوي لك مشاكل كثيره بعدين. اي اذا تقول هذا بخليه ويتفاقم، كل شيء يتفاقم، خصوصا في البنيان بعد اذا صار عندك كراك ولا شيء، هالامور هذه تتفاقم شوي 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 شوي، صار عندك مثل ما تقول ليك في السقف وقام ينقط الماي فوق، وهذا ايضا ياكل الحديد وياكل السميت وياكل كل شيء، مستقبلا بتتعب وياه. فالواحد يدارك الامور اول باول الصيانه، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يا رب العالمين. زين اتصال فالك. طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ الله يطول عمرك. الله يسلمك براشد. هلا الغالي، كيف حالك؟ بخير. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. عندنا سؤال الله يحفظك. نحن شويه عندنا شويه ما تقول مشكله، هي يعني كبيره، مشكله بسيطه. قول خالي تفضل. الله يسلمك. انا الفتره الحين في 2014 قبل تقريبا شهر. نعم. رحت اسجل مركبه عندي في اماره الشارجه. نعم. فاجأت السياره انها منتهيه عندي في اماره دبي، بلغوني في الكلام عندك ان قالوا لك والله عندك سياره منتهيه في اماره دبي لازم تصير تجددها. هنا نزيه. رحت انا هنا قلت يمكن غلط في السيستم عندهم او اسم متشابه. وانت ما عندك سياره هناك؟ انا ما فتحت بعمري ملف في دبي، في اماره دبي. زين. راجعتهم على العموم اللي هو ورا القياده الديره. نعم. اني استفسر عن الموضوع هذا، طلع علي في السيستم ان عندي سياره فعلا سجلها. جدد وخذ 2002. جدد وخذ. المشكلة ما عشان أجدد، ما أعرف عن الموضوع شو الموضوع. زين. شو أجت والله سيارة مسجلة ب 2002 وانتهت ب 2003 وما أعرف عنها شيء شو الموضوع. راجعتهم أنا كان أقول عندهم غلط، المفروض هم يشلوها من السيستم، إنها سجلت بتاريخ 1/6/2002 ونفس الفترة هاي بعد ساعة ساعتين سجلت باسم شخص ثاني. سحر هذا. هل الأوراق اللي هي عندهم اللي أعطوني من الإدارة نفس الاسم؟ نفس الاسم، تشاب مرة الاسم نفس الشيء وكل شيء، تقول كأني أنا مسجل رقم الرخصة، رخصة القيادة. ماشي رقم رخصة، ماشي رقم رخصة القيادة. النظام اللي هو صورة الجواز الله يحفظك. زين صورة الجواز تأكدوا منها نفس صورة الجواز؟ يقول نفس البيان اللي هي عني أنا، نفس الاسم ونفس الرقم هذا الجواز. زين. نعم. زين. كان يقول والله راجع من الرمول قسم مركبات في الطابق الثاني، هناك بيحلوا لك المشكلة. نعم. راجعيناهم تاريخ 16 هالكلام. قال يقول لي والله ما نقدر، ما الحين ما عندنا حل، سير اشتكيت النيابة ومحكمة وما أدري وين، وقدم بلاغ وما أدري كيف من الأمور الثانية. نعم. قلت لهم زين ما يخصني في الموضوع، أنا ما سجلت المركبة أساساً وما لي ذنب في الموضوع، الحين لو هذا الشخص الثاني اللي سجل المركبة
المفروض انتوا تطلعوا منو اللي سجلها، لو استوى فيها شيء، لو قدر الله ارتكب فيها جريمة او شيء بدون علمي. وفي 2003 انتهت المركبة، الحين احنا 2014. انت مسجل لنا متى؟ قالوا لك مسجل 2002. 2002 وانقلت من ملكي الى ملكية ثانية سنة كم؟ نفس السنة، نفس الفترة، نفس اليوم، نفس يعني اليوم اللي فيه التاريخ هذا. الحين انا اقول يعني هاي الفترة كلها ما حد بلغني. نحن 2014، نعم، هاي تقريبا ما يقارب 12 سنة خالي تقريبا، نعم، ما يقارب 13 نهاية 2014. نعم، الحين شو الحل؟ شو ذنبي انا الحين؟ انت بعدك مرتبط فيها؟ بعدك ما حلوا لك الامر؟ ما حلوا لي الامر. فالك طيب خالي، فالك طيب، فالك طيب، سير المحكمة وسير النيابة وسير ما ادري وين المرور. طيب طيب فالك طيب، ما بيقصرون، ما بيقصرون، ما وصلنا لحل. لا لا ما بيقصرون، ما بيقصرون ان شاء الله. يعني الحين الحل بالحل شو؟ فالك طيب، ما بيقصرون ياك الجماعة ان شاء الله. فالك طيب، ما بيقصرون. جزاك الله خير. الان انت، انت الان، لا انت الان ما مسوي شيء، ما مسوي يعني لا 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 ناقة لك ولا جمل في هذا الموضوع. وتعطلت علي امور ثانيه، الله يحفظك. اي لا الحين انت ما تقدر تجدد سيارتك. سيارتي الثانيه اللي هي منتهيه مبينها وفاحصنها وكل شيء، وما بس ما 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 يجددونها لان النظام ما يقبل. اذا عندك سياره منتهيه لازم تجددها قبل، اذا عليها مشكله لازم تخلص المشكله اللي عليها. المشكله اللي ما لي ذنب في الموضوع هذا كله. شو ذنبي انا تعطل بسبه غلط او موظف سجل مركبه لا توكيل لا 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 حضوري انا موجود، كنت موجود ما اعلم. لا لا ما يخصني انا، انا مالي دخل في الموضوع ابدا، مو لي، ما سويت شيء يا جماعه، انا ما عندي سياره. ترى هاي المصيبه الحين طلع، شو اسوي انا؟ شو اسوي الحين؟ شو ذنبي انا؟ لا لا ما بيقصرون يا جماعه. وبعدين انا يا اخي ذا المشكله شو؟ اني انا ليش اسير النيابه؟ انا مالي شغل في الموضوع. ليش لا لحظه، انا ما اقدمت على امر مثل هذا، ليش انا اتعب فيه؟ انا لو اقدمت على امر مثل هذا انا ممكن اتعب واسير، ولا اني انا مثل ما تقول انا، لكن انا ما سويت شيء خالي. ولا بين وبين شخص ثاني بايع عليه سياره او شاري من عنده سياره وفي اوراق تثبت علي هالشيء. وين الصور الشخصيه؟ وين توقيعي؟ وين وين فالك طيب خالي، فالك طيب، فالك طيب. ان شاء الله، الله ان شاء الله في اليوم باكر هالامر يحلوا لك اياه، ما بيقصرون ان شاء الله. الحين انا راكب وتعطلت. لا 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 ما تتاكد يا طويل العمر، خصها لا الله حق يعني الاخوان سواء الزفين جزاه الله خير او سيف مهير مدير المرور، ما كلهم ما يقصرون. والله ابن مزين اروح يتصل والله العظيم شاهد الله. المشكله الله ما يتعلق بخدمه الخدمات هذه، والله ابن مزين اروح يتصل كثير من الاحيان، روح يتصل يعني. فالك طيب، ما عليك. ب 2002 سجلت، والله ما عدنا نحن في الار تي اي. لا لا المرور كانت المشكله، نعم، ما لينا خط. هي اللي كان الار تي اي 2002 الار تي اي ما في، نعم، هي اطرق المواصلات. 2006 انا شو ذنبي الحين هذا كله؟ نعم لا لا ما المرور. فالك المرور طيب، فالك طيب يا طيب، ما بيصير المحكمه. لا لا ان شاء الله المحكمه قال لي والله انت تبلغ على منو؟ دائره حكوميه يجيب لي الامر من شيخ محمد. ليش زين انا اسير واتعب؟ لا لا ما الله بسم ما يصير خاطرك الا طيب. لا ليش هذا التعقيدات كلها؟ ليش يعني؟ الامر بسيط يعني، ما الامر بسيط يعني. انتم كجهه اذا انا مزور ولا شيء، انتم كجهه تقدرون تحققون من هذا الامر في ثواني. اني اذا تتهموني اني انا مثلا علي تهم اني انا مزور ولا اني انا فعلا صاحب هاي السياره وانا ادعي في اني لا ما ادري، انتم تقدرون تتحققون من هالامر. نعم طلعوا من هذا بالسيستم، طلعوا في النظام، طلعوا في اي شيء. خالي لا 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 اتصلوا الجماعه الان، خذوا رقمك وبيتواصلون ياك ان شاء الله. وفالك طيب، ما بيقصر يعني ما وصلنا لحل. لا 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 ان شاء الله بيوصلوا لك لحل. واحد يقول لي طرش لي الاوراق، اقول له في تاريخ 16 امرار تاريخ 17 وطرش لي الاوراق، وكل يوم نفس الموضوع وكل يوم نفس الموضوع. انا تعطلت اموري الثانيه يا اخي. لا لا فالك طيب، وما لي ذنب الموضوع هذا كله. هذه هذا اللي الواحد يقول ترى انا ما مسوي شيء الان، هاي المشكله اني انا ما مسوي شيء. لا فالك طيب ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يعزك. لا لا الله يسمح ذنبك يا طويل العمر، بالعكس عشان عزيز. ما يتكرر هالشيء. لا لا اخي عزيز، والجماعه بعد، والجماعه بعد ايضا حتى او جريمه. لا لا تاكد حتى الاخوان في القياده العامه لشرطه دبي يعني ما يرضيهم هذا الشيء، وما بيقصرون ان شاء الله. يعني هاي السياره سجلت من حين 13 سنه، يعني هاي لو سوى جريمه او سوى شيء يعني تحمل مسؤوليه غيري؟ لا لا لو سوى جريمه بيطلعون لي في نفس الوقت جن، ما عليك منهم. هاي المصيبه نحن نتكلم عنها حرام يعني. لا لا ما بيقصرون، ما بيقصرون ان شاء الله، ما بيقصرون. جزاك الله خير. لا بالعكس يا اخوي، الله يسامح، الله يسامح ذنبك ان شاء الله، الله يطول لي عمرك. مشكور شيخ، مشكور شيخ. شو عندك؟
ما عندك شيء أظن اتصال. دقيقة خلنا نشوف ريال على الخط. هلا. آه صح. إن شاء الله. ناوي يتحرك شيء يعني هات وايد بترول إن شاء الله. ها؟ طيب لك برميل لأن لا أسعار النفط نازلة الحين. فالك طيب. حياك. يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو. السلام عليكم. يا هلا. هلا أبو راشد كيف حالك أبوي؟ الله يسلمك. الله يخليك إن شاء الله. والله يا أبو راشد ما أدري شو بقول. قول الله أحسن من قولي. أنا يا أبو راشد صار لي الحين 47 سنة متبهدلة بين البلدية والإسكان. ما حد سوالي سالفة. كنت معطيني هالبيت من 40 سنة. بعد ما عطوني إياه قالوا بيعطونا راضي. طلبت أرض. وتميت يمكن سنة وشهر سووا لي تليفون قالوا طلعت الأرض. رحت دشيت على المدير قال لي لا كانت جارتي قاعدة عندك. قال لي لا الأرض ما طلعت. قلت سووا لي تليفون قال لا غلطانين. وطلعت دمعتي في عيوني ونسي حتى ما أخذ تاكسي. في وين طويلة العمر؟ البلدية. البلدية اللي كان عند البريد. في وين؟ لا في وين؟ الشارجة أبوي. في الشارجة. الشارجة. زي. وجيتك دمعتي بخدي مشيت حتى ما أخذ تاكسي وصلت البيت على الغص. الأحمد ربي وأشكره ما فيني سكر ولا شنطت ومت. وجيت وأنا الضغط عندي مرتفع وسكت قلت يا الله نروح لسكان. ركبنا لسكان ما سووا لي سالفة. قال لي ولدي كلمي التلفزيون قلت له أكلم حد ولا شيء طق لأولي والتالي خلي ولدي. قال أنا بتكلم. تكلم الأولوية لكم وحاضرين. هذه الحين الأربعين سنة راحت هذه السبع سنين اللي الحين الطنيجي والبلدية طويلة العمر 40 سنة يعني تتكلمين قبل الاتحاد. إيه من عطوني البيت قالي أنا شو أقول لك الله يرضى عليك. بالبيت منو عاطنك يا معلش معطيني يا للشو في الشارجي؟ الشارجي أبوي. حكومة الشارجي. إيه أبوي هم اللي مطلعين للبيت. أيام يوم عطوني إياه كان في عائلة قطرية. أيام شيخ خالد الله يرحمه. إيه ويبنى شو اسمه ويبنى الشرطة وطلعتهم. حتى قالوا لهم دفعوا أجار. قلت أي أجار خليه. قال لهم شلون دشيت وقال لك كسرنا الباب ودشينا ما حد. طلعناهم وقاعد حطينا عمال وسوينا البيت وقاعد. يوم قالوا في أراضي قلنا خير وبركة. ما عطوني الأرض سكت. قلت ورد للسكان. السكان بعد ما سوالي سالفة. ما معلش شو آخر مرة متى راجعتي؟ شسمه البلدية اللي الحين من سبع سنين. ما في بلدية الحين طويلة العمر. السكان الحين اللي فيه الطنيجي. ايه. هذه تقريبا الحين من 15 يوم. شو قالوا لك؟ البنية مسافرة اللي عندها بيوت. سكلنا زين الله يردها بالسلامة. طويلة العمر معلش معلش هاي البنية مسافرة المكتب ما البنية المسافرة هذا مكتب دائرة حكومية ما في فلان مسافر وهذا أول الحين ما في فلان مسافر وفلان موجود بيوت البيوت لا 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 طويلة العمر.